بالضغط على حامل الكرة حتى لا يعطي لحامل الكرة وقت للتفكير لإعطاء حلول. أعتقد على أن هناك بعض الأماكن اللي بعض التغييرات اللي لازم، لأن وسط الميدان شيئا ما يعاني من، نحتاج وسط الميدان خلاق. نعم. بوصوفا بالهندا وكذلك سيس لاعبين كينزلوا بشكل كبير لأخذ الكرة من الرجل كل من يعني بن عطية وكذلك، فكيخليوا مساحات ما بينهم وبين اللاعب نصيري اللي وحده. وأعتقد حتى كذلك على أن أسامة طنان وبوفال. نعم. محاصرين بشكل كبير من طرف. نعم. دفاع منتخب سبعة من المنتخب الإيفواري غالق كل المنافذ وكل الممرات، يعني متراجع بعض الشيء، يحاول البحث عن المرتدات الهجوميه، وهذا اللي خلق متاعب للمنتخب الوطني المغربي في البحث عن المساحات والوصول للمرمى. نعم، وانا كنظن المقابله في حدتها تكتيكيه صرفه، فالفراقي بجوج متخوفين، لاعبين بحذر شديد جدا، فبالتالي واخا ملي كيمشيو للهجوم كيمشيو، ولكن كيمشيو ماشي 100%، كيمشيو متخوفين، ما شفناش ايقاع كبير، ايقاع بطيء، ما شفناش ديك لا تحويل من الدفاع الهجوم، تحول تحول من شكرا تحول من الدفاع الهجوم بسلاسه وبواحد بواحد السرعه. شفنا البطء، شفنا بوصوفا كيحاول يورغانيزي وسط الميدان، هو اللي قيم بالدور وسط الميدان، كيحاول انه يورغانيزي، ولكن هما حتى هما هناك رقابه يعني مضروبه على حامل الكره، على حامل الكره والضغط على حامل الكره. كيقول لك ما تلعبش هذاك اللاعب الجماعي ديالك، ما يخليكش تلعب، ما يخليكش، حنا دايرين عليهم. نعم. حنا بعد الاخر كان كيتجبروا انهم يلعبوا كواري طوال اللي كناخذوهم على عين الفرق بجوج لاعبين بحضر كبير جدا، فبالتالي تكتيكيه وغتبقى ان غلطه تقدر تعدي بها. وهذا اللي بان بانه يعني محمودي المدرب الفرنسي ميشيل دوسري يعرف بانه يمكن اي خطا على مستوى الدفاع كان انه غادي يؤدي الضريبه ديالو، خصوصا بتواجد النصيري، واكيد هناك امرابط يصعد من اجل المسانده الهجوميه وتواجد سوفيان بوفال اللي عنده امكانيات، ولكن لم نتابع اكيد خطوره ديال هاد اللاعبين، لان المباراة بحد ذاتها ما تحتاج إلى تسجيل أهداف كثيرة، لأن ما فيهاش ذهاب وإياب، تحتاج إلى ثلاث، لذلك فهدف أو خطأ بسيط يمكن يكلفك المباراة كاملة. لذلك فأنا أعتقد على أن المنتخب المغربي إذا ما استطاع تسجيل هدف بإمكانه يسجل أهداف أخرى، لأن منتخب إيفواري يعاني على المستوى الدفاعي ولو أنه منظم الآن، لكن إحنا عرفنا على أن عنده هجوم صراحة، هجوم خطير وخطير جدا، اللاعب كوجيا، اللاعب كالو، جوناثان، اللاعبين اللي يعني ملي كياخذوا الكره صعيب تاخذ لهم الكره من الرجل ديالهم، القوه الجسمانيه ديالو كتعاود حتى وسط الميدان، ولكن على عين شفنا انتفاضه في الربع ساعه الاخيره ديال المنتخب المغربي ينتظر الناخب الوطني، لان بهذا المستوى لا اعتقد على اننا بامكاننا نمشيو لكاس العالم، لان اذا لم تستطع ان تاخذ نقاط ثلاث في ملعبك امام جمهور كبير وامام في مباراه ما نقولوش حاسمه 100%، ولكن المباراه كانت مفتاح لان تعطيك ثلاث نقاط وتتصدر المجموعه، علما بانه اخر مواجهه غادي تجمع لنا المنتخب الايفواري اكيد، وهذا المشكل. المدرب ارتكب مجموعه من الاخطاء، المدرب عليه ان يراجع العديد من الاوراق، لان ارتكب الخطا الاول في ابعاد العربي اكيد، ان ثانيا هناك اللاعب امرابط اللي ضيعناه في المجهود الورقه الورقه الهجوميه الهجوميه الوحيده او نقطه الضوء الوحيده اللي كانت في المنتخب المغربي، مع كذلك مع اللاعب بوفال شيئا ما كان يستفز الخصم، اللاعب النصيري كان وحيدا، ومع ذلك اللاعبين كانوا بوصوفا وبالهندا يلعبون كرات طويله. اعتقد على ان لا بوصوفا ولا بالهندا آن الأوان اتخذ هناك قرارات، بما أن الناخب الوطني اتخذ قرار جري أنه أبعد العربي على أن بالهند، أعطيت لهم مجموعة من الفرص، لم يقدم أي شيء للمنتخب المغربي، كذلك اللاعب بوصفة لم يقدم أي شيء. شفنا هنا كنا نحتاج الى لاعبين بطراوه بدنيه، مشكل كيقولوا بانه وسط الميدان كان غايب على المنتخب الحلقه الاضعف. شوف غادي نقولوا ان المنتخب الايفواري ضغط علينا، المنتخب الايفواري قدم، لكن حنا خصنا نلقاو حلول، اللاعبين في الميدان ديالنا اذا لم نستطع الفوز في المغرب راه صعيب علينا ناخذوا نقاط كثيره. محمودي في اول المقابله قبل من المقابله قلنا
صعيب تبدل تلقى لعاب بحال احمدي. ملي كان احمدي كان كيبين كيبين لنا ان وسط الميدان شويه مزيان على الاقل. حنا كنتابعوا الان اكيد الصور ديال المباراه وخصوصا ديال الجوله الثانيه وحتى الجوله الثانيه المنتخب الوطني يعني كيصطدم بنفس الصعوبات تاعنا خصوصا على المستوى يعني انه يلقى حلول على المستوى الهجومي. هشام ما يمكنش يلعب النقطه اللي قال محمودي على المستوى وسط الميدان. لما الوسط الميدان سمحتي يعني مفتاح وسط الميدان يعطيك حلول على المستوى الهجومي. ما يمكنش تلعب الكرة الحديثة بلا وسط ميدان، ما يمكنش تلعب، ما يمكنش توصل للهجوم بلا وسط ميدان. وسط الميدان اليوم كان ضعيف. كيف يعني كاينين لعابة اللي كاينين لعابة اللي تعطاتهم بزاف ديال الفرص. كنظن وقلنا في الاول علوي قلنا على ان المنتخب المغربي خصو ما يرتكبش اخطاء في وسط الميدان. لا حيت قلنا احمدي راه صعيب ترومبلاسي.